لا قرب ايدك بص جوزه اهو حط وتعال يلا شفت بقى ايدك الاطفال اكتر حاجه يحبوا يشوفوها القرود الاسود الفيله الحاجه اللي هم اسمها كلب البحر يحبوا يشوفوه الحاجات اللي محببه ليهم يعني لا لا سقف بعد اذنك لا سقف ايوه كده شكرا يا بس ممكن دي نيو حلوه نيو اتقن قطه في الدنيا وده مستر باب يا بابا Some enclosures they need urgent attention. Okay, the elephant's enclosure, the chimp's enclosure, the bear's enclosure. They have to be rebuilt, or making new enclosures. It's out of question. And these are priorities. Why spend the money on new arrivals when we didn't fix the problem we had before? حديقة حيوان الجيزة باعتبار انها حديقة قديمة بيختلط الامر عند كثير من الناس في ترتيبها العالمي. اولا ما فيش حاجة اسمها ترتيب عالمي لان هو ديزاين او تصميم للحديقة بيبقى يشابه ايه. فاحنا الحقيقة تاني حديقة في الانشاء او في التصميم بعد حديقة حيوان لندن. انشئت واحدة على نفس الطراز والستايل في امريكا وده كان التصميم الثاني او الجنينه الثانيه اللي انشئت على النظام الفيكتوري الانجليزي. كلمه ثاني تصميم او ثاني حديقه في الانشاء على نفس التصميم بيتخيل البعض ان المقصود بيها انها ليها ترتيب على مستوى العالم. لكن هي طبعا في حدائق مقفوله وفي حدائق مفتوحه وفي سفاري وفي حاجات كتير قوي لكن هي حديقتنا حديقه عريقه من 1891. البقعة كله لك تلاقي. البقعة كله لك تلاقي.